دونك كان في خلال هذه الحصه دونك سنقوم بحساب هذا التعبير العددي. دونك بطبيعه الحال هذا التعبير العددي بالنسبه للاولى ثانوي اعدادي يتعلق بالاعداد الكسريه، وبالنسبه للثانيه ثانوي اعدادي فالامر يتعلق بالاعداد الجذريه. دونك هنا من خلال هذا التعبير سنقوم باستحضار مجموعه من الخصائص التي قمنا بدراستها. دونك تلاحظون بان هنا تتواجد عمليه الجمع، عمليه الطرح، عمليه القسمه، وعندما نتحدث عن عمليه القسمه فالامر كذلك يعني عمليه الضرب. دونك لحساب هذا المجموع دونك اولا سنشتغل في البسط ثم نشتغل في المقام، او نشتغل بالتوازي يعني نشتغل في البسط والمقام في نفس الوقت. دونك هنا لحساب هذا التعبير العددي دونك الذي يتواجد في البسط، دونك هنا هذا تعبير عددي بطبيعه الحال يحتوي على اخواس، يحتوي فقط على عمليه الجمع والطرح. دونك نبدا من اليسار الى اليمين. دونك هنا سنقوم بتوحيد المقام، دونك المقام الموحد هو 5، دونك 3 هي 3 على 1. دونك لحساب هذا التعبير يجب توحيد المقام فيصبح العدد على هذا الشكل 3 في 5 على 5 ثم زائد باقي الحدود التي توجد هنا. دونك 3 في 5 على 5، دونك اذا قمتم بالاختزال بالعدد 5 فستعودون بطبيعه الحال الى العدد 3. سنقوم بنفس العمليه في المقام، دونك هنا سنقوم بتوحيد المقام، دائما المقام الموحد هنا هو 5. دونك لاحظوا معي، دونك ساسحب هذه واعودها الى الاعلى. دونك كانت لدينا 3 زائد 2 على 5 ناقص 3 على 2 فاصبح لدينا 3 في 5 على 5 زائد باقي الاعداد، دونك 2 على 5 ناقص 3 على 2. كذلك في المقام لدينا 3 ناقص 2 على 5 زائد 3 على 2 فاصبحت 3 في 5 على 5 ناقص 2 على 5 زائد 3 على 2. دونك هنا قمنا بتوحيد المقام لاجل حساب العدد الاول والعدد الثاني. دونك هنا سنحسب 3 في 5 التي تساوي بطبيعة الحال 15، نفس الشيء في المقام، دونك نقوم بانجاز هذه العمليه. نلاحظ الان انه اصبح لدينا مجموع عددين لهما نفس المقام، دونك كذلك في المقام هنا لدينا فرق عددين لهما نفس المقام. دونك هنا سنقوم بجمع هذين العددين فنحصل على 17 على 5، وفي المقام سنحصل على الفرق الذي يساوي 13 على 5. دونك لاحظوا معي هنا كانت لدينا 15 على 5 زائد 2 على 5 فاصبحت 17 على 5، وهنا كانت لدينا 15 على 5 ناقص 2 على 5 فاصبحت 13 على 5. دونك هنا لحساب هذا الفرق الذي يتواجد في البسط يجب توحيد المقام، دونك هنا لدينا 5 وهنا لدينا 2. دونك بطبيعه الحال لتوحيد المقام سنستعمل القاعده التي نعرفها كذلك في خلال الدرس. دونك 17 في 2 وكانت لدينا 17 على 5 ناقص، كانت لدينا 17 على 5 ناقص 3 على 2 فأصبحت لدينا 17 في 2 على 5 في 2 ناقص 5 في 3 مقسومة على 5 في 2. دونك المقام الواحد هنا 10. دونك للحصول على 10 انطلاقا من 5 يجب الضرب في 2، وللحصول على 10 انطلاقا من 2 يجب الضرب في 5. دونك سنفعل نفس الشيء هنا، المقام الواحد هو 10، للحصول على 5 سنضرب في 2، وللحصول على 10 انطلاقا من 2 سنضرب في 5. دونك هنا سيصبح العدد على الشكل التالي او التعبير على الشكل التالي. دونك لاحظوا معي كانت لدينا 13 على 5 فاصبحت 13 في 2 على 5 في 2، دونك قمنا بالضرب في 2، وكانت لدينا هنا 3 على 2 فاصبحت 5 في 3 على 5 في 2، دونك قمنا بالضرب في 5. الهدف هو الحصول على نفس المقام هنا الذي هو 10. دونك سنقوم بحساب هذا التعبير، دونك ساخذ التعبير واسحبه الى الجهه الاخرى. دونك هذا التعبير ساقوم بسحبه لكي أقوم بإكمال هذه العملية حتى تكون الأمور واضحة أفضل. دونك هنا سنحسب 17 في 2 تساوي 34، هنا 5 في 2 تساوي 10، 5 في 2 تساوي 10، 5 في 3 تساوي 15، 5 في 2 تساوي كذلك 10، 13 في 2 26، 5 في 2 10، 5 في 3 15، و 5 في 2 تساوي 10. دونك هذه العملية قمنا بتبسيطها فقط. الآن حصلنا هنا على عددين لهما في المقام، وهنا توجد بينهما عملية الفرق، يعني سأقوم بالاحتفاظ بالمقام بطبيعة الحال وأطرحه البسطين، دونك 34 ناقص 15 هي 19. نفس الشيء سنقوم به في المقام، لدينا نفس المقام هنا هو 10، سنحتفظ بنفس المقام، المقام 10، ونجمع، دونك هنا لدينا عملية الجمع، دونك 26 زائد 15 تساوي 41. الآن حصلنا على عملية الخارج، دونك عملية القسمة. دونك عندما نريد حساب عملية القسمة، دونك خارج عددين كسريين أو خارج عددين جذريين، فالقاعدة قمنا بدراستها سابقا، يعني أن سنقوم بضرب العدد الأول في مقلوب العدد الثاني.
سنقوم بضرب العدد الأول في مقلوب العدد الثاني. دونك العدد الأول هنا هو 19 على 10 والعدد الثاني هو 41. سأقوم بتكبير بعض الشيء. العدد الثاني هو 41 على 10. دونك سنأخذ المقلوب ديالو. دونك مقلوب العدد 41 على 10. دونك هنا سأخذ هذا العدد وأضربه في العدد الأول. سنضرب مقلوب العدد الأول. دونك لاحظوا معي هنا كانت 19 على 10 قسمة العدد الكسري الثاني اللي هو 41 على 10. فأصبح لدينا هنا 19 على 10 في 10 يعني مقلوب 41 على 10 الذي هو 10 على 41. دونك هنا يمكن الاختزال مباشرة بعشرة. دونك لاحظوا فنحصل على 19. دونك بطبيعة الحال هنا إذا قمنا بالاختزال فنحصل على 19 على 41. اختزال مباشرة هنا. دونك لدينا 10 في البسط 10 في المخرج ونختزل بعشرة فنحصل على 19 على 41. دونك شكرا على انتباهكم وإلى فرصة